عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة ومراكز الإقامة المؤقتة، أطلقت وزارة الصحة حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. سوريا من الدول يعني التي تحتل مرتبة عالية ومتقدمة بموضوع الرعاية الصحية وموضوع الرعاية الصحية الأولية وموضوع اللقاحات بشكل عام. حاليا نحن عم نطلق الحملة من محافظة القنيطرة، طبعا نستهدف كامل المحافظة. الحملة على مستوى القطر العربي السوري بتستهدف حوالي 2,800,000 طفل. طبعا هو لقاح آمن من منظمة الصحة العالمية ومجاني، وهذا اللقاح لا يؤثر على مناعة الطفل في حال الإصابة بفيروس كوفيد 19 أو إصابة بالكورونا. ندعو جميع الأهالي لاصطحاب أطفالهم للمراكز الصحية المتوزعة في جميع أنحاء المحافظة وفي التجمعات أيضا، لاصطحاب أطفالهم وتلقيحهم. تقريبا جميع التجمعات فيها مراكز صحية، بالإضافة أنه الفرق الجوالة بالتعاون مع مديرية الصحة، السيارات الجوالة حتجول على جميع التجمعات. هلا طبعا نحن اي حمله لحتى نحن نقوم فيها لازم يكون في لها تجهيزات مسبقه، من حيث وضع الخطه، من حيث وضع الاهداف، تامين الكادر الصحي، العناصر الصحيه، تامين اللقاحات، تامين السيارات مشان الفرق الجواله، وسلسله التبريد مشان نحن نحافظ على اللقاحات بشكل جيد. نقدم خدمه اللقاح في هذه كافه المراكز الصحيه، اضافه الى اللقاح الجوال من خلال عربات الجواله في الاماكن التي لا يتواجد فيها مركز صحي، علما ان العدد المستهدف هو حوالي 60,000 طفل. طبعا لدينا 75 فريق جوال، ولدينا حوالي أكثر من 100 عنصر صحي ثابت أو 120 عنصر ثابت، إضافة إلى 150 عنصر جوال يقدمون خدمة اللقاح. احنا اليوم رح نبدأ بدينا الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال. الحملة مستمرة من الأحد اليوم ليوم الخميس ضمن المركز الصحي والفرق الجوالي بالبلد. هدفنا للحملة هو 770 طفل على امتداد بلدتنا. نحن عم نشتغل ضمن ظروف الكورونا ونعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن هاي الحملة، بالتباعد المكاني، بالتعقيم، باللبس، ارتداء الكمامات، ونحن هون حريصين على صحة أطفالنا. هو اللقاح بالأول حماية لأطفالنا من كل الأمراض اللي عم تستجد على هالوضع اللي نحن فيه، والحمد لله في عناية فائقة بالنسبة للطواقم الطبية هون، نحن بنعرف بالحملة قبل بوقت. وبالنسبة لتسرب اللقاحات ما في تسرب، نحن دائما نجي على الوقت وعلى الموعد، كل شيء الحمد لله، النظافة، الوقاية، العناية. أحسن ما أنه نقعد مشاكل قدام، نحميهم بهاللقاح إن شاء الله.